تكمن أهمية مدينة بخمود في منطقة دونيسك شرق أوكرانيا التي تحاصرها قوات فاغنر بأن سقوطها في يد الجيش الروسي سيمهد الطريق إلى أهم مدينتين وهما سلوفيانيسك وكراماتورسك ونتيجة لذلك هناك احتمال أن يكون الشرق الأوكراني في مرحلة لاحقة في قبضة الجيش الروسي خاصة بعد سقوط لوغانسك في يوليو 2022 وفي الوقت الذي تدعو فيه قوات فاغنر الروسية أوكرانيا لسحب قواتها من مدينة بخمت المحاصرة في شرق البلاد تؤكد كييف أن القتال على أشده ورغم تصريحات فاغنر فان هناك تصورات أخرى لمعارك بخمت الضارية فصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تؤكد أن الجيش الأوكراني يريد الصمود لأطول فترة ممكنة مما يؤدي إلى استنزاف القوات الروسية وتعتبر معركة بخمت الدائرة الآن أطول هجوم روسي متواصل في الحرب. وفي هذا الصدد يقول مسؤول عسكري اوكراني إن هدف كييف هو الحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر في الجيش الروسي في كل متر من الأراضي الأوكرانية وفي ظل هذه المعركة حامية الوطيس تؤكد نيويورك تايمز أن الخطر الأكبر الذي يواجه القوات الأوكرانية هو محاصرتها وإجبارها على الاستسلام أو القتل لكن الخطر الاكثر إلحاحا على قوات الجيش الاوكراني هو ان روسيا ستجعل من المستحيل اعادة إمداد المقاتلين الاوكرانيين في بخموت وما حولها في حال انتصارها وفي هذا الاتجاه يقول المحللون العسكريون ان موسكو ستكافح على الارجح لاستخدام بخمت في حال السيطرة عليها كنقطة انطلاق للسيطرة على المنطقة بالتزامن مع امكانيه تراجع الخطوط الدفاعيه لاوكرانيا او تحول المعركه بين الجيش الروسي والاوكراني الى حرب استنزاف شاقه